وفي نفس الوقت انا عمال اقرا برضو انه اوباما وقع للنادي الاهلي. تمام يا جماعه، اوباما يعني بالعكس يعني بالعقل كده هيوقع ازاي وهو معار سنتين سنه تجدد بموافقه انا كنادي الزمالك. تمام، وعقده مع ابراهيم عبد الخالق مع عقده مع ستانلي، يعني دول مرتبطين ببعض. يعني يوم ماجد يقول لك خلاص انا اوباما بقى بتاعي، اقول له ما هو ستانلي بقى بتاعي. يا جماعه ماجد يحترم عقوده وبيحترم نفسه وراجل مؤدب محترم هو ملتزم جدا، فمش هيقول لك يلا خلاص خدته اوباما اديته النادي الاهلي. ما ينفعش يعيره، انت عارف ما ينفعش اعاره. تمام. من اعاره